فلاكي علشان محدش هيشك فيها، هيخبيها جوه مشهد. احنا كنا جبنا لكم حالة قبل كده، دي واقعة تانية، دي في كفر الزيات الأولى كانت فينا. هو بيدخل الجاموس ولا البقرة، بيدخلها على طول في العربية الملاكي في الكرسي من الخلف وينطلق. حاج خميس معايا. يا عم خميس اهلا بيك. عم خميس، سؤال. دي البقرة دي بتاعتك ولا دي جاموسة ولا بقرة؟ دي بقرة يا استاذ. بتاعتك؟ لا دي في قرية مجاورة يا باشا، احنا بعد جورة. انت فين؟ انا من مركز كفر الذات يا باشا. ايه بقى المشهد ده؟ المشهد اللي في الفيديو ده يا باشا في قرية مجاورة تبع مركز كفر الذات غربية، قرية بلشيه. تمام يا استاذ. سامع. تم وقعت السرقة بالمنظر اللي انت شايفه حضرتك في الفيديو ده. دي كاميرا صورت قدام ال قدام الواقعة بتاعت السرقة. بنحطها ازاي في العربية الملاكي كده؟ بيبقوا شايلين الكرسي اللي ورا باشا ومعاهم ساعة كهربا، بيكهربوا الماشية من ورا، بان الكهرباء بتروح مات على طول في الكرسي. وياخدها. هل الفيديو وضح فيه وجوههم باينه اهو، تم القبض عليهم؟ لحد الان مفيش اي حد قبض عليه يا باشا. طب يا جماعه ركزوا على وشهم شويه كده، اخدم العداله يا استاذ اشرف، ادي كده اخدم العداله. هو هيلف بعد شويه. حاجه عجيبه قوي، انا حاسس انه ممكن يحط فيل بعد كده. والاربعه كمان ركبوا مع البقره بعد كده، يعني ممكن يخبوا فيل في، ياخدوه من حديقه الحيوان ويخبوه في عربيه زي دي وينطلقوا. يعني هو ده جزء من وشه، يعني ممكن، مش واضح. بس طبعا اللي عارفه هيقول ده مخيمر، ده فلان اهو. اوعى تكون عارفه وما تبلغش اهو. وده معاه صاحبه، اتنين اهو، يعني اللي عارفينهم هيبقوا التوصل لهم سهل. ساعد العدالة، اخدم العدالة، لا تتقاعس، لا تتباطأ، دي فلوس ناس. يعني عايز تقول حاجة تانية يا عم خميس؟ سمعنا استاذ وائل؟ سامعك، اتفضل. احنا في قرية مجاورة بعد منها بند بثلاث شهور بالظبط، دخلت علينا نفس تشكيلة عصابة كبير. بس واضح ان ده منتشر يعني. سرق من ثلاث اسر وانا واحد من ضمن الثلاث اسر. اتاخدت منك ايه؟ اتاخد مني من عندي حتتين، عجل وبقرة، وواحد تاني بقرة وجاموسة، واحد تاني عجل بقر كبير وبقرة وعجل صغير. يعني وبنفس الاسلوب؟ نفس الاسلوب، بس ده كان بالليل بقى يا استاذ وائل. خدوهم من قريه وحملوهم من قريه مجاوره. وعملت بلاغات وثلاث محاضر. رقم المحضر الاولاني عملتهم في اسم ايه؟ واكيد لما الناس في اسم ايه؟ في اسم مركز كفر الزيات يا استاذ وائل تبع محافظه الغربيه. اسم ايه؟ مركز كفر الزيات. مركز كفر الزيات، محافظه الغربيه. طيب بشكرك الف شكر. انا واثق ان وزاره الداخليه هتهتم، لانه طبعا دي في النهايه بتبقى فلوس ناس، يعني بيبقى دي ثروتهم وراس مالهم. يعني هطلع فاصل، بعد الفاصل هنشوف مجموعه لجرائم التوك توك وهنناقش القضيه دي، خاصه ان في وزير التنميه المحليه كان اطلق تصريحات متعلقه بتنظيم التكاتك. التكاتك متهمه اتهامات عديده ومختلفه، تشويه شكل مصر، استخدامها في الجريمة، اتحولت إلى دويلة داخل الدولة. لكن في الجانب الثاني في ناس بتدافع عنها بشدة، إنه مع التكاليف وأعباء الحياة التكاتك مهمة، وسائل الانتقال في بعض المناطق ما ينفعش فيها إلا التكاتك.
كمان هي مصدر دخل للكثير من العاطلين اللي ما كانوش لاقيين شغل.